السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائي الأعزاء، سعيد بلقائكم مجددا في هذه الحصة والتي سنخصصها لتصحيح أنشطة الدعم الخاصة بمكون التربية الإسلامية والقرآن الكريم، وسنعمل على الإجابة عن كل سؤال على حدة مع تذكير بما درسناه خلال هذه المرحلة، سواء تعلق الأمر بمكون التربية الإسلامية أو القرآن الكريم. إذن هيا بنا على بركة الله لنشرع في الإجابة عن الأسئلة الخاصة بمكون التربية الإسلامية، تابعوا معي. بين كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث رسولا وهو يعمل جاهدا على تبليغ الرسالة وهداية قومه تطبيقا لما أوحي إليه من رب العزة والجلال. وهكذا فقد تدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله من دعوة الأفراد سرا والتي دامت 3 سنوات إلى إنذار عشيرته الأقربين مصداقا لقول الله تعالى في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين. وهكذا أخذت الدعوة منحا جهريا حيث تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لشتى أنواع الإداء والإساءة من قريش، لكنه لم يتوقف بل واصل تبليغ الدعوة وهداية قومه متسلحا بإيمانه القوي بربه وأن الله سبحانه وتعالى سينصره على أعدائه، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثانيا، عرف صلاة العيدين. تعلمنا أن صلاة العيدين هي سنة مؤكدة وهي ركعتان تصليان في عيد الفطر وعيد الأضحى وقت الضحى بالمصلى بلا أذان ولا إقامة، وتقدم فيهما الصلاة على الخطبة يخرج إليها الرجال والنساء والأطفال، وهي مناسبة عظيمة للفرح والاحتفال بالنسبة لكل فئات المجتمع من رجال ونساء وأطفال. جيد. ثالثا، أذكر بعض مستحبات صلاة العيدين. رأينا أن من مستحبات صلاة العيدين الاغتسال وارتداء أجمل الثياب، التطيب والإكثار من التكبير والتهليل والحمد والشكر لله، سواء خلال مسيرتنا أو ذهابنا إلى المصلى أو عند وصولنا المصلى وأيضا عند الخروج من المصلى. ومن أعظم الأشياء التي يستحب القيام بها في هذا اليوم العظيم ألا وهو صلة الرحم، لما لها من أجر عظيم. وعندما نتحدث عن صلة الرحم فنحن نتحدث عن زيارة الأهل والأحباب والأقارب والجيران وتهنئتهم وتبادل الهدايا إظهارا لمظاهر الفرح في هذا اليوم العظيم. وهذه من أهم المظاهر والخصائص التي تميز هذين المناسبتين عن باقي أيام السنة وتجعل المسلمين يعيشون أجواء الفرح والسرور في كل بقاع العالم. فنمر السؤال الرابع، وضح فضائل الصبر. تعلمنا أن من فضائل الصبر استشعار العبد أنه في معية الله، أي أن الله معه وأنه في عونه، كما تعلمنا أن الفرج قريب مهما كانت التحديات والصعوبات مصداقا لقول الله تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وكذلك من أعظم فضائل الصبر نيل الأجر العظيم، حيث قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إضافة إلى ذلك، فالصبر يكسب الإنسان قوة الشخصية والقدرة على تحدي الصعاب كيفما كانت. خامسا، أذكر ما تعرض له نبي الله نوح عليه السلام من معاناة وأذى من قومه. لقد رأينا أن نبي الله نوح عليه السلام تعرض لأشد أنواع الأذى من قومه وعانى معاناة شديدة، فقد قابله قومه بالإعراض والتكبر والاستهزاء، بل وصل بهم الأمر إلى ضربه وطرده والإساءة إليه بالقول والفعل. وقد استمرت هذه المعاناة طوال 950 سنة، لكن نبي الله نوح صبر وواظب على تبليغ الدعوة متسلحا بإيمانه القوي بربه، مصرا على هداية قومه وإخراجهم من الظلمة إلى النور وتبليغ الرسالة على أكمل وجه. وهذه شيم الأنبياء كيف لا وهو من أولي العزم الخمس. ثالثا، كيف تجنب نوح عليه السلام اليأس والقنوط. إذا لقد تجنب نوح عليه السلام اليأس والقنوط بثقته بالله وحسن الظن به وإيمانه القوي بأن الله بيده كل الأمور وهو قادر على نصره سبحانه وتعالى. وهذا ما جعله يتحمل كل تلك المعاناة والإيذاء من قومه طوال مدة طويلة إلى أن جاء نصر الله فنصره على قومه وحاق بهم العذاب فكانوا من المغرقين. وهذا الأمر يدعونا إلى اقتداء بسيدنا نوح عليه السلام وعدم اليأس والقنوط، بل التحلي بالأمل والتفاؤل والثقة بالله وحسن الظن به. لنمر إلى السؤال الموالي، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرحمن والغفور والتواب فماذا يتعين على المسلم فعله؟
تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن أي الذي وسعت رحمته كل شيء، وأنه هو الغفور الذي يغفر ذنوب عباده، وهو التواب الذي يمحو الذنوب ويتجاوز عن الخطايا. إذن يتعين على المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وأن يستغفره ويتوب إليه في كل وقت وحين، مصداقا لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن يتعين علينا جميعا أن نكثر من ذكر الله وأن ندعوه بأسمائه الحسنى كي يتوب عنا ويغفر لنا ويدخلنا الجنة إن شاء الله، وبذلك نفوز في الدنيا والآخرة. في نظرك كيف ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعلمنا أننا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه والاقتداء به واتباع سنته والحرص على نصرته بالقول والعمل والتصدي لكل الشبهات التي تروج حول سيرته العطيرة. فانتقل إلى السؤال الموالي: بين بعض فضائل الاستغفار. تعلمنا أن الاستغفار من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد من ربه، وتعلمنا أن الاستغفار فضائل منها: دوام النعم ومباركتها، زيادة الرزق ومحمود الذنوب، وأخيرا دخول الجنة إن شاء الله. حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأخيرا: ما الذي يجب على المسلم القيام به متى أخطأ؟ تعلمنا أن الإنسان ضعيف معرض للخطأ، قد يخطئ في حق الله بارتكاب المعاصي والذنوب، وقد يخطئ في حق نفسه بظلمها، وقد يخطئ في حق الغير بالاعتداء على حق من حقوقه. لذلك يجب على المسلم متى أخطأ أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يبادر بالاعتراف بخطأه والاعتذار عنه، وعليه أن لا يتمادى فيه، لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة يحبها الله سبحانه وتعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذن بعد أن قمنا بتصحيح الأنشطة الخاصة بمكون التربية الإسلامية، سننتقل الآن لتصحيح الأنشطة الخاصة بالقرآن الكريم. تابعوا معي. أولا، استظهر كتابيا من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر، إلى قوله: ومهدت له تمهيدا. ولا شك أنكم قمتم بحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا، واستطعتم الإجابة بشكل صحيح عن السؤال الأول، ولذلك سنمر للسؤال الثاني. تابعوا معي. أذكر الأوامر التي وجهها الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات القرآنية الكريمة، والمقصود بالحديث هنا الآية الأولى من سورة المدثر والتي قمتم باستظهارها كتابيا. فلقد وجه الله سبحانه وتعالى مجموعة من الأوامر لرسوله صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى من سورة المدثر، وهي كالتالي: أمره أولا حيث قال له: قم فأنذر. لقد وجه الله سبحانه وتعالى مجموعة من الأوامر لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الأولى من سورة المدثر، وهي كالتالي: أمره أولا حيث قال: قم فأنذر، أي قم من مضجعك وحذر الناس من عذاب الله. أما الأمر الثاني فقال الله سبحانه وتعالى: وربك فكبر، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بأن يخصه وحده بالتكبير والتعظيم وأن يعبده وحده لا شريك له. ثالثا، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه حيث قال: ثيابك فطهر، أي أن الله أمر نبيه بأن يطهر ثيابه من النجاسات، لأن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. رابعا، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام حيث قال: والرجز فاهجر، أي أنه أمره بأن يهجر عبادة الأصنام والأوتان. خامسا، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه حيث قال: لا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطية أو الشيء فتلتمس أكثر منها أو تطلب الزيادة. وأخيرا، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه حيث قال: ولربك فاصبر، أي اصبر على الأوامر والنواهي نينا لمرضات الله وطاعته. لننتقل إلى الإجابة عن السؤال الثالث. تابعوا معي. استظهر كتابيا من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا، إلى قول الله تعالى: إلا فرارا. أعتقد أنكم أجبتم بشكل صحيح عن هذا السؤال لحرصكم على حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا، وأدعوكم إلى الرجوع إلى الكراسة وتصحيح بعض الأخطاء التي وقعتم فيها. فننتقل إجابة عن السؤال الرابع: من أي شيء أنذر نوح عليه السلام قومه وبما أمرهم؟
بل لقد تعلمنا من خلال دراسة سورة نوح أنه قد أنذر قومه من العذاب الشديد الذي سيلحق بهم، وأمرهم بأن يعبدوا الله وأن يتقوه وأن يطيعوه. خامسا وأخيرا، استخرج أحكاما تجويدية واردة في هذه الآية الكريمة. الآية الأولى: يا أيها المدثر. إذا لا شك أنكم استطعتم استخراج الحكم التجويدي الوارد في هذه الآية. إذن لدينا المد المنفصل، جيد. وهنا نذكر بما تعلمناه فيما يتعلق بالمد المنفصل. تعلمنا أن المد هو إطالة النطق حرف المد الذي يقع في الكلمة أو في آخر الكلمة الأولى، والذي يلتقي بهمزة في أول الكلمة التي تليها مباشرة، لذلك يسمى بالمد المنفصل. أما الآية الثانية وهي وربك فكبر، فقد ورد فيها الوقف. وهنا نذكر بما تعلمناه فيما يتعلق بالوقف، فالوقف هو قطع الصوت عند آخر الكلمة قصد التنفس واستئناف القراءة بعد ذلك. أما الآية الموالية والرز فهجر، فقد ورد فيها حكمان تجويديان: القلقلة والوقف. فأما القلقلة فهي اهتزاز نبرة الصوت عند النطق بأحد الحروف الساكنة والتي تجمع في كلمة قطب جد. وكما تلاحظون فحرف الجيم في كلمة الرز جاء ساكنا، أما الوقف فسبق وأن ذكرنا به في الآية السابقة. أما الآية الرابعة وقد خلقكم أطوارا، فقد ولد فيها حكمان تجويديان: مد ميم الجمع والوقف. هنا نذكر بما درسناه فيما يتعلق بمد ميم الجمع، هو عندما تتصل ميم الجمع بهمزتين هنا يتم مد الصوت مقدار 6 حركات في الوصل. لنصل إلى الآية الأخيرة: يضل الله من يشاء. هنا في هذه الآية ورد حكمان تجويديان: إدغام بغنة ومد متصل. ويقصد عموما بالإدغام هي إدغام حرف في حرف ونطقه كأنه حرف واحد. هنا نتحدث عن أحكام النون الساكنة حين تتصل بأحد الحروف التي تجمع في كلمة يرملون. لاحظوا لدينا من ياء، إذا لدينا نون ساكنة جاء بعدها حرف من حروف يرملون وهو الياء، إذن يتم إدغام النون في الياء ونطقها كأنه حرف واحد. أما فيما يتعلق بالمد المتصل فهو إطالة نطق حرف المد الذي يقع مباشرة قبل همزة في نفس الكلمة مقدار 6 حركات في الوصل. وبذلك نكون قد أنهينا تصحيح الأنشطة الخاصة بالقرآن الكريم. أشكركم على حسن متابعتكم. دمتم في رعاية الله، وإلى حصة قادمة إن شاء الله.